ورحمة الله وبركاته. ويلكم ماي سوبر هيروز اوف برايمري 3. اهلا بيكم ابطالي وحبايبي سنة ثالثة ابتدائي. اهلا بيكم. اند وي هاف ا سكول ان اور هاوس، عندنا او في بيتنا مدرسة. Today ان شاء الله we are going to go through the whole syllabus through different kinds of games and questions and exercises. ان شاء الله النهاردة هنحاول نراجع على المنهج واحدة واحدة مع بعض بأسئلة مختلفة وبأشكال مختلفة. إن شاء الله you will enjoy the episode and you will find it إن شاء الله useful. إن شاء الله تستمتعوا وتنبسطوا وتستفيدوا من الحلقة. بس قبل ما نبدأ حلقتنا عايزين إن شاء الله مع بعض نشوف كده like a song، زي أغنية كده صغيرة عايزاكم تقولوها كل يوم to your mother and your father and your friends. نقولها لكل اللي حوالينا علشان حاجتين: number one عشان هم يكونوا مبسوطين وإحنا نكون مبسوطين معاهم، ونمبر 2 يكون ان شاء الله we speak English every day، نكون نتكلم English طول الوقت او كل يوم. اوكي okay? So this is a small song، خلينا نشوفها مع بعض on the screen. طبعا احنا revision 1 for primary 3، يعني لما حد يسألنا which grade are you in او what grade are you in، نبقى احنا شاطرين وعارفين نقول I am in primary 3، I am in grade 3. اوكي okay? نشوف كده مع بعض السونج بتاعتنا. اوكي هنا هكلم my family كلهم وكل اللي حواليا وهقول لهم I love father, I love mother, I love sister and brother, I love family and friends, I love Egypt. yes، يبقى احنا بنقول لكل اللي حوالينا ان احنا بنحبهم وما نقدرش نستغنى عنهم. زي مين؟ زي father اللي هو مين؟ my dad، بابايا. I love mother، مامتي. I love sister and brother، أخويا وأختي. sure، I love family، وكمان بحب كل الفاميلي. الفاميلي بقى فيها grandfather، grandmother، فيها uncle، فيها cousin، فيها aunt، فيها كل الفاميلي، فيها كل الناس اللي أنا بحبهم في أسرتي. وكمان my friends، أكيد أنا بحب my friends. كمان I love Egypt، كلها بحب بلدي اللي هي مصر. يبقى كده حد اوكي حد بقى كده ان شاء الله كل واحد فينا يحاول يصور الشاشة كده ويحفظ الاغنية دي with mom and dad and the sister and the brother. اوكي ونحاول نقولها كل يوم، نقولها بقى تاني مع بعض احنا عرفنا معناها. I love father, I love mother, I love sister and the brother, I love family and friends, I love Egypt. Again, I love father, I love mother, I love sister and brother, I love family, I love friends, I love Egypt. Okay, again, I love father, I love mother, I love sister and brother, I love family and friends, I love Egypt. I love Egypt of course، مصرنا حبيبتنا. اوكي طيب نشوف بقى كده مع بعض. احنا متعودين مع المس والمستر انه اهم حاجه في our syllabus في منهجنا هو the pictures، وازاي اوصف البيكتشر او ازاي اشوف what can you see in the picture. طبعا لو احنا هنمتحن او هنعمل اي project او questions مع our miss or our mister اللي هو our teachers يعني، اكيد هيكون فيها pictures، اكيد هيكون فيها vocabulary، وهنشوف ازاي مع بعض ممكن يجيلنا different kinds of questions، انواع كتيرة من الاسئلة او من البروجيكتس اللي ممكن نعملها. نشوف كده مع بعض on the screen بيقول لنا ايه. طبعا اول question عندنا اللي هو the listening، والlistening is very very important. يعني لو احنا شفنا اي بيبي كده in our family ولقيناه بيتكلم امتى؟ بيتكلم after 2 years، بعد سنتين على طول he's listening، وبعد سنتين تقريبا بيبدا يتكلم. So the first important skill، اهم مهاره يا مامي واهم مهاره يا بابي واهم مهاره مستر اند مس لازم نعلمها لاولادنا الاول هي the listening. يبقى نسمع كتير to my teacher، نسمع كتير في اليوتيوب حاجات لينا songs videos او كده لينا. اوكي then ان شاء الله as much as we listen we can speak طبعا، او the more we listen the better and perfect we will be in speaking. طبعا عشان نتكلم كويس لازم في الاول نسمع كويس. يبقى اول question عندنا هو listen.
اوكي الليسننج عندي في كذا ليسننج في الامتحان بتاعي او في البروجكت بتاعي او في الاكسرسايز بتاعي. نمبر 1 عندي listen and number the pictures. انا عندي how many pictures؟ 1 2 3 4 5 pictures. عندي 5 pictures. المفروض انه المستر او المس او باي وسيله انا بلسن وببدا اعمل نمبرنج للكلمات او للبيكتشرز اللي انا سمعتها الاول. يعني لو انا سمعت مثلا تيوب يبقى اجي عند البيكتشر هنا واكتب دي نمبر 1. اوكي لو انا سمعت مثلا شلف يبقى اجي عند الشلف هنا واكتب نمبر 2. اوكي يبقى نشوف مع بعض كده اصلا كل الصور دي معناها ايه. نشوف كده مع بعض. لو انا بصيت كده على البيكتشر دي هلاقي ان ده ايه. What's this? Jeans, yes. وممكن اقول عليه trousers, بنطلون. وممكن اقول عليه pants. اوكي يبقى خلاص الشكل ده بالذات بسميه jeans. واحنا عارفين انه الجينز او الترويزرز اي حاجة منها اتنين يعني ما ينفعش البس مثلا رجل واحدة منها. زي كمان الجلاسز النظارات طالما منها اتنين يبقى بقول عليها ان هي ايه جمع. يعني اقول these are glasses ما ينفعش اقول these are glass او this is glass. no اي حاجة منها اتنين يبقى بقول عليها these are لان هي ايه جمع او those are أو they are because they are plural لأن منها إيه اتنين. أقول they are glasses they are gloves لو أنا هلبس جوانتي وبلبس اتنين منه فبقول they are gloves. أوكي بلبس pants بنطلون بقول they are pants أو they are jeans أو these are jeans. أوكي ما ينفعش أقول this اللي هي إيه singular مفرد. الشورتس برضو الشورتس لأن منها اتنين أو بتكون من جزئين يعني فبقول they are shorts. كمان عارفين السيزرز اللي هو المقص لانه برضو بيتكون من جزئين فبقول they are scissors. اوكي اي حاجة بتتكون من جزئين وما ينفعش استخدم منها واحد لوحده بقول عليها they are, these are, those are, they are. بعملها معاملة الايه البلورال اللي هي الايه الجمع. اوكي so the jeans here we will say these are jeans. These are jeans. Okay. طيب خلينا بقى نشوف بعد كده picture this one. It's a shelf. It's a shelf. Okay. طيب حد كده يقول لي ش ش shelf. ش ش الصوت ده this sound. ش shelf. الصوت اللي هو like letter sheen كده in Arabic. Okay. بكتبه ازاي؟ Yes, exactly. سمع حد بيقول لي يا مس على طول لو أنا سمعت الصوت ش اللي هو like sheen in Arabic على طول بكتبه two letters حرفين اللي هم S H S H S H ش S H ش. Okay, so S H اللي هو صوت الش على طول بكتبه إيه S H. يبقى here لو بصينا على الديتا اول ما اسمع صوت الش بكتب اس اتش زي ايه زي ما اقول شي. اوكي شي زي ما اقول شورتس اس اتش او ار تي اس اس اتش شورتس زي ما اقول شوز. اوكي يبقى أنا شاطر وعارف I'm super hero أنا البطل هنا primary 3 خلاص أنا كبرت بقيت primary 3 سنة تالتة وعارف على طول من KG1 إنه الساوند SH بيديني صوت الش ش. أوكي she shorts shoes and our word وكلمتنا اللي موجودة اللي هي shelf. shelf اللي هو الرف اللي بنحط عليه الحاجات ممكن يكون shelf in the kitchen ممكن يكون shelf in the library ممكن يكون shelf in anywhere ممكن يكون الرف ده موجود في اي مكان. اوكي but the point is لكن الفكرة انه انا ببقى عارف على طول وشاطر و I'm aware و super hero وعارف اول ما اسمع sh so I write sh
طبعا in most of the words مش هنقدر طبعا نقول في كل الكلمات، لكن most of the cases معظم الحالات أول ما أسمع الساوند ش بكتب S H. Okay again sh she S H shorts S H shoes S H shelf S H. Okay لكن بعد شوية لما هنكبر هنعرف إن في حروف تانية أو combination of letters تانية ممكن تديني نفس الساوند بتاع الإيه الشا. But for the time being لكن لحد دلوقتي I'm super hero وعارف إن most of the letters of most of the sound SH comes from the letters S and H together. Okay? So خلينا بقى نشوف ال picture اللي بعدها. Picture اللي بعدها اللي هي seal. Seal. This one is seal. Seal اللي هو yes اللي هو like كلب البحر كده أو اللي طبعا lives in the sea. Okay? So it's seal. خلينا نكتبها كده مع بعض. Seal. طيب حد كده من الشاطرين يقول لي هو seal لما انطقها كده تبقى فيها short vowel ولا long vowel؟ نشوفها كده مع بعض انا بنطقها ازاي. Seal. Seal. يبقى ده ايه؟ short vowel ولا long vowel؟ Excellent. يا سما حد بيقول لي طالما يمس عملنا كده الفاول طويلة شوية تبقى ده بسميه long vowel. Long vowel. طيب يا مس فكرينا بليز ايه اصلا الفاول ده؟ الفاول ده انا عندي 5 letters لكن actually عشان ابقى شاطر اكتر مفروض ان انا اقول vowel sounds. اقول ايه حروف متحركة ولا اصوات متحركة؟ Yes اصوات متحركة. اوكي لانه مش صح ان انا اقول حروف متحركة لكن هي اصوات متحركة لان ممكن الصوت ده يجي لي من الحرف اللي انا هقول لك عليه ده دلوقتي او يجي لي من حروف تانية. فالصح ان انا اقول vowel sound. Vowel sound. طيب what are the vowel sounds? How many? 5 vowels or 5 vowel sounds بتديني الايه سواء كانت long vowel او short vowel. طب خلينا نشوفهم كده مع بعض ايه الفاول ساوندز دول. هنرسم كده like a face. ده this is O. The letter O او the sound O. Okay? O. And also we have A. Okay? And we have also E. And we have also U. And we have also I. Okay? So these are the vowel sounds. الأصوات الإيه؟ المتحركة. The vowel sounds. The vowel sounds. الأصوات المتحركة. O, U, E, I, A. Again. O, U, E, I, A. Again, O, U, E, I, A. دول عندي بسميهم الفاول ساوندز الأصوات المتحركة. عادة لما بيكون عندي long vowel بيكون عندي فيهم اتنين vowel جايين مع بعض أو بيكون الفاول جاي لوحده لكن في حالات تانية بتخليه هو long vowel رغم إن هو جاي لوحده. طيب نشوف كده مع بعض الكلمة بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها دلوقتي اللي هي the word seal. The word seal اللي هو كلب البحر. اوكي خلينا نشوف مع بعض ايه اللي خلى الفاول هنا long. هنا خلينا نقول س seal. Seal. هنا عندي s e a l. اللي خلى الاي هنا عندي long vowel هي ان جاي بعدها vowel تانية اللي هو letter او sound A. Okay, أو letter A. So لما بيكون في معظم الأحيان خلينا شاطرين وسوبر هيرو ونتكلم كلام مظبوط نقول إنه في most of the cases معظم الحالات لأن بعد كده لما أكبر هقول هتقابلني حالات تانية هقول إزاي المس قالت لنا كده أو المستر قال لنا كده. لا نبقى شاطرين من دلوقتي وعارفين إن مش كل الحالات بتتنطق كده لكن most of the cases معظم الحالات اللي بيقابلني فيها اتنين vowel ورا بعض
الفاول الأول بيبقى long والتاني كأنه silent. Again, في معظم الحالات لما بيجيني two vowel sounds ورا بعض، الفاول الأولاني بيبقى long والتاني كأنه silent. أوكي؟ التاني كأنه إيه؟ silent، مش موجود خالص، صامت خالص، مش بيتكلم. So this is seal. Seal. هل سمعنا الـ sound of A هنا؟ No. Just الـ A هنا خلت لي الـ E long E. So this is seal. S-E-A-L. Again, S-E-A-L. Seal. Seal. Okay? طيب خلينا نشوف الصورة الـ picture بعد كده. Okay? بعد كده عندي this picture and عندي this one is a skirt. Skirt and the skirt. طيب لما يكون عندي one بقول عليها one skirt. لما بيكون عندي two أنا عندي in Arabic عندي في حاجة اسمها مفرد وفي حاجة اسمها مثنى. In English we don't have مثنى. We have all only singular. عندي بس مفرد ولما يبقوا اتنين يبقوا خلاص بقوا ايه؟ بقوا جمع. Okay? So I have one skirt, two skirts, and three skirts. عشان محدش يجي يقول لي ليه يا مس هنا قلنا skirts وما قلناش skirt. Because we have more than one skirt. لأن أنا عندي أكتر من one skirt أكتر من جيبة في نفس الإيه؟ البيكتشر. So خلينا نشوف كده نكتبها إزاي من النطق بتاعنا. سك سك. والسكه دي أحيانا بتجيلي من حاجتين، بتجيلي من S C ورا بعض، وأحيانا بتجيلي من S K. أوكي؟ طيب خلينا نشوف زي إيه؟ زي أقول school. أوكي؟ أو خلينا في score. score زي ما أقول score. score اللي هي يشوط أو يسجل إيه؟ هدف. score. طيب انا جالي الصوت اللي هو سك من اس وسي ورا بعض. طيب هنا لما اقول مثلا sky sky سك، جالي صوت السك من اس كي ورا بعض. طيب how can I know؟ اعرف ازاي؟ from listening 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 listening، من الاستماع، كل ما اسمع. و then I read، وبعد كده اقرا. then I speak، then I write. على طول انا من البراكتس انا هعرفها وهتبقى على طول باينه in my mind، وعلى طول من البراكتس من كتر ما انا بكتبها وبقراها بعرف على طول. يعني مثلا لما اقول sky وانا كاتبها وعارفها كذا مره ومسمعها لمامي ومسمعها لبابي ومسمعها to my family and my friends على طول وكتبتها كتير وقلتها كتير، يبقى على طول ببقى عارف ان sky s k y sky s k y. صوت السك هنا جاي من s k. لكن لما اقول مثلا score score وكاتبها كذا مره هعرف ان السك sound here is s c s c. okay so take care. والحل في الكلام ده ان انا كل يوم I read English, I write English, I speak English. okay على طول طول الوقت لحد ما ابقى بيرفكت ان شاء الله. احنا طبعا في ثالثه ابتدائي وسوبر هيرو ابطال على طول ده، خلي بالك لو انت اتعلمت كويس السنه دي ان شاء الله هتبقى في السنين كلها بيرفكت 100%. اوكي يبقى take care every day. I listen to English, I speak English, I write English. okay and read طبعا English. so here we have، نشوف بقى كلمتنا. طيب skirt. Yes. هنا which one is C or is K؟ الناس اللي حافظين وشاطرين وكتبوا قبل كده skirt قبل كده كذا مرة. Yes exactly as K. So let's write it here. خلينا نكتبها هنا. So here it's skirt. We have here I and the R and the آخر حق skirt. skirt ت. So تلت تبقى skirt T. Okay. يبقى انا لو انا شاطر وحافظ ومع البرونسيشن مع النطق بتاعي هبقى انا عارف انه this is the skirt s k i r t. طيب مين الشاطر اللي هيقول لي skirt هنا الفاول اللي فيها short vowel or long vowel؟
short vowel or long vowel. طب خلينا ننطقها مع بعض. skirt skirt ها this is long or short skirt skirt yes exactly exactly excellent yes skirt يا مس على طول انا نطقتها بسرعه تبقى دي بسميها short vowel sound short vowel sound يبقى vowel او صوت متحرك طبعا ايه short اوكي غير زي قبل كده ما قلت ايه seal لا seal هنا ايه long لكن skirt 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 yes skirt هنا short vowel لان انا عندي سؤال بعد كده هيجي لي يقول لي ايه short vowel هنا ابقى انا عارف يعني ايه short vowel يعني بنطقه كده بسرعه ما بديلوش تايم كبير لكن long vowel بيخلي له شويه تايم او بيخلي الساوند louder فيه الصوت اعلى او في حركات اكتر في الماوث وفي الحاجات اللي هي اجهزه النطق اللي انا بنطق بيها اوكي طيب خلينا نشوف بعد كده البيكتشر الثانيه يبقى احنا هنا قلنا 1 سكيرت 2 سكيرتس اند 3 سكيرتس مش فارقه بقى معايا طالما زادت عن واحده بتبقى على طول ايه سكيرتس جمع اوكي طيب هنا طبعا نفس الحكايه سيل 1 سيل 2 سيلز اند كده 1 شلف بس نخلي بالنا بقى ان الشلف شويه مختلفه في الجمع خلينا طالما وقفنا عندها نشوفها مع بعض عشان نبقى سوبر هيرو وعارفين الجمع بتاع شلف اوكي انا عندي شلف زي ما اتفقنا ش ش اس اتش شلف اوكي شلف this is one shelf this is one shelf طب لو عندي 2 لو عندي 3 لو عندي 4 اعمل ايه اجيب الجمع بتاعها ازاي يس يبقى على طول بخلي بالي ان في حاجه اسمها irregular plural يمس جمع غير منتظم يعني ايه جمع غير منتظم يعني الجموع المنتظمه عاده بتاخد اس في الاسم يعني بقول مثلا book books chair chairs camera cameras class classes school schools وهكذا كل اللي هو regular plural الجموع المنتظمة بزود لها ايه اس اوكي لكن هنا بقى من كلمة shelf دي من الجموع اللي بسميها irregular plural irregular plural جموع غير منتظمة يعني بعمل ايه باجي على الاف دي وبحولها لV تبقى في الحالة دي هتبقى ايه shell حد ال اوكي باجي للاف وبحولها لV then we add es shelves shelves okay v e s instead of f we add v e s يبقى بدل ما انا هقول shelf واحط لها s no it doesn't go like this لكن معظم تاني خليني سوبر هيرو وعارف من وانا صغير انه معظم الكلمات او الاسماء اللي اخرها letter f لما باجي اجمعها بضيف لها v e s لكن take care في حالات مختلفه بتفضل الاف زي ما هي وبضيف لها s لما نكبر هنشوفها مع بعض ازاي Okay, so here we have one shelf, two shelves, three shelves, four shelves, five shelves, six shelves, وهكذا. يبقى لما بيكون عندي واحد بس بقول عليه shelf, rough. لكن هنا shelves أرفف. Okay, so take care. نشوف بقى كده مع بعض. آخر picture عندي اللي هي this one اللي هو نقصد بيها tube. Tube يعني إيه? This one. تيوب اللي هي الأنبوبة الأنبوبة التيوب دي ممكن تكون تيوب of toothpaste ممكن تكون تيوب of cream ممكن تكون تيوب of any material يعني أي material بتتحط في الشكل ده أوكي ده بسميه إيه؟ بسميه تيوب الشكل ده بسميه إيه؟ تيوب اللي هو الإيه؟ الأنبوبة طيب خلينا نكتبها كده مع بعض تيوب تيوب أوكي تي تيوب اوكي تيوب تيوب اللي هي الايه الانبوبه هنا انا عندي اليو دي لونج فاول ولا شورت فاول هو انا قلت تب ولا تيوب قلت تيوب يبقى لما بص كده معاها في النطق بتاعي بقسها كده زي ما اتفقنا مع بعض فبقول هنا تيوب 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 this is long vowel or short vowel بالطريقة دي هي long vowel ولا short vowel excellent 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 yes
اللي هي ايه هنا long vowel، هو long vowel صوت طويل شوية. ليه؟ لان انا عندي الحالة دي او في معظم الحالات اللي زي كده بيكون عندي vowel وبعديه consonant وبعديه letter e لكن silent e. silent e again، انا عندي دلوقتي اللي هو ال vowel في الحرف اللي قبل الاخير واللي قبل الاخير في الحروف اللي هي ايه بعديها consonant حرف ساكن واخر حرف السايلنت اي اللي هو ايه ما بينطقش اصلا حرف الاي في معظم الكلمات. ففي الحالة دي يبقى الحرف اللي هو الفاول اللي بين الكونسوننت اللي قبل الكونسوننت والسايلنت فاول في الحالة دي بيبقى ايه long vowel. فبيبقى ايه tube long vowel tube long vowel. اوكي، غير لما اقول مثلا طب، اوكي tube طب ده لا ده شورت فاول، دي كلمة تانية خالص ونطق تاني خالص. اوكي طب، رغم ان هي ايه بس زيادة حرف الاي هنا، حرف الاي ده مهم جدا السايلنت اي ده لانه خلالي حرف الفاول هنا ايه يس خلاه لونج فاول. زيها مثلا زي ما اقول مثلا سناك سناك اند سنيك سنيك. ليه انا قلت هنا سنيك لونج فاول؟ لان انا عندي ايه سايلنت اي وبعد الفاول في كونسوننت. اوكي سو سناك سنيك سناك سنيك. اوكي كار اند كير، في كلمات كتيره لما تقابلنا هنقولها مع بعض ونفتكر تاني ذس رول. اوكي سو هير وي هاف تيوب، تيوب اللي هي الايه الانبوبه، سواء فيها بقى كريم فيها توث بيست فيها اني ماتيريال الشكل ده بسميه ايه تيوب. طيب خلينا بقى نشوف، انا دلوقتي المفروض المستر او المس او ماي مام او ماي داد البيكتشرز دي هو بينطقها لي كده ان تيرن، يعني ان تيرن يعني بالدور كده ونشوف which one ايه الكلمه اللي انا نطقتها في الاول فبحط عليها ايه نمبر 1 وبكتبها. سو نشوف مع بعض كده، يبقى انا هنا مثلا لو انا هقول skirts skirts يبقى على طول انا هكتب تحتها ايه نمبر 1. بس طبعا في الاكزام سواء كان في الامتحان او غيره مش مطلوب مني ان انا اكتب الكلمه دي، but I'm super hero انا بعمل ده لنفسي مش للامتحان ولا to my teacher ولا to my sister ولا اي حد، لا ده for myself انا Welcome again my superhero of primary 3. اهلا بيكم ابطالي ابطال ثالثه ابتدائي. نرجع تاني مع بعض نشوف، لان كانت في بس مشكله بسيطه في الصوت، نشوف مع بعض the picture next picture اللي هي this one. ولو نطق المستر او المس او my mom او my dad او اي حد بيعمل لي listening ونطق قال لي jeans فبروح تحت البيكتشر دي واكتب طبعا number 3 بس no for myself زي ما اتفقنا لنفسي انا I'm superhero انا بطل، وهعرف ان انا هكتب مع نفسي كده ايه كلمة ايه jeans عشان ابقى عارفها وابقى متأكد من حروفها. فنشوف مع بعض jeans G-E-A-N-S G-E-A-N-S. طيب jeans هنا خلينا ننطقها ونشوفها نقيسها كده مع بعض jeans jeans ده short vowel ولا long vowel jeans yes exactly ده ايه long vowel. ليه long vowel؟ لان انا عندي letter e و a ورا بعض وزي ما اتفقنا ال e بتكون long وال a silent. اوكي يبقى jeans long vowel زي seal. اوكي طيب نشوف كده مع بعض
بعد كده اللي هينطق مثلا هيقول لي تيوب تيوب يس. فهروح تحت البيكتشر هنا واكتب نمبر 4، ده اللي مطلوب مني، لكن انا فور ماي سيلف هكتب كمان الكلمه، فهكتب تيوب تي يو بي اي تيوب تي يو بي اي تي يو بي اي. الاي اللي هي السايلنت دي هي اللي خلت لي اليو لونج. طيب بعد كده اللي هينطق هيقول لي شلف شلف شلف، فهكتب هنا نمبر 5 بس نو فور ماي سيلف، كمان هكتب كلمه شلف اس اتش اي ال اف اس اتش اي ال اف، شي كاني كتبت شي اللي هي بمعنى هي وال اف كمان شلف شلف. اوكي طيب نقيس كده شلف هي لونج فاول ولا شورت فاول. شلف شلف شلف. So this is long vowel or short vowel. Shelf. Yes, this is short vowel. هي في الحالة دي الإي هنا short vowel. Vowel sound قصير مش طويل. Okay. طيب نشوف مع بعض بعد كده question تاني أو نوع تاني من الجيمز. خلينا كده ما نسميهاش question عشان ما تبقاش تقيلة علينا. هي نوع من الجيم. احنا بنلعب باللانجوج وبنلعب بالإيه؟ باللغة وبالكلمات وبالحروف وبالأصوات اللي احنا عارفينها. So let's play another game. الجيم اللي بعد كده بتقول listen and fill the gaps. listen and fill in the gaps. listen هنسمع ونفيل in the gaps. هنا حاجة اسمها mini dialogue. اسمها ايه؟ mini dialogue. احنا عارفين dialogue اللي هي الايه؟ المحادثة بين شخصين او اكتر. لكن لما اقول mini اي حاجة mini بتبقى ايه؟ صغيرة او قصيرة. يبقى mini dialogue اللي هي المحادثة الايه؟ القصيرة. So we have many dialogue، محادثة قصيرة between two persons على طول، سؤال وإجابة أو كلام ورد عليه. Okay. The point here is that you are going to listen to this many dialogue. إحنا هنسمع الميني dialogue ده وبناء عليه هن fill in the gaps. يبقى again هسمع وهكتب. شفنا بقى أنا ليه في السؤال الأول كنت بقول لك اسمع واكتب كمان الكلمة، عشان نبقى إحنا we are superhero ومتعودين وعارفين إن أنا ما اسمع صوت إزاي اكتبه على طول حتى لو مش مطلوب مني. فدلوقتي بقى مطلوب مني listen and write. listen and write. طب اعمل ايه في الكويستشن ده او في الجيم دي؟ we will read it carefully before we listen. حلها ان انا قبل ما اسمع لازم اقرا كويس قوي عشان وانا بسمع اعرف ايه الجابس اللي انا I will catch the word على طول، اعرف فين المكان اللي انا هاخد منه الايه الكلمه اللي انا هكتبها هنا. اوكي طب نشوف كده مع بعض. read carefully نقرأ مع بعض كده carefully. هنا بنقول hey that وspace mine. hey that mine. hey that mine. أنا ممكن أتوقعها لكن أنا مش هكتب غير لما أسمع. why? because هنا السؤال عايز مني أو الجيم هنا بيقول listen and fill. so here letter A بيقول أو اللي هو person A بيقول hey that mine. letter B رد عليه وقال له space أو فراغ it isn't it isn't it's mine. يبقى هنعمل كده كأنه تك مكان الايه الشيء اللي ايه اللي ناقص. hey that mine. It isn't. It's mine. It isn't. It's mine. أنا ممكن أتوقع الكلام ده لكن إحنا مطلوب مننا زي ما قلنا إيه listen and fill in the gaps. So هنسمع بقى مع بعض ونشوف هنكتبها إزاي. Hey, that is mine. That's mine. That's mine. No, it isn't. It's mine. That's mine. No, it isn't. It's mine. That's mine. No, it isn't. It's mine. هنا كأنه أنا وحد تاني بنتخانق على شيء أو بنتكلم على شيء، فهو بيقول that's mine. أنا رديت عليه وقلت له no, that's mine. لا دي إيه بتاعتي أنا. Okay. So نشوف مع بعض إيه اللي كان ناقص ونكمله. So here, hey, that's mine. طيب حد يقول لي that's دي يبقى ايه اللي ناقص؟ yes apostrophe s apostrophe s. okay so نكتبها كده مع بعض دي اسمها apostrophe apostrophe s.
ليه؟ لان انا نطقتها ذاتس. طب لو قلت ذات از يبقى كنت كتبت از كامله اللي هي اي اس، وانا كبير وعارف والسوبر هيرو وعارف الاثنين بيساووا بعض، لكن دي بسميها شورت فورم، صيغه قصيره بتكلم بيها، ودي ذات از دي عاده بتبقى في الكتابه اللي هي لونج اي فورم او ابريفيشن او شورت فورم او كونتراكشن، كل دي بمعنى ايه؟ صيغه مختصره. اوكي، فطبعا هنا التاني الجاب التاني بيقول لي نو ات ازنت اتس ماين، يبقى الكلمه اللي كانت ناقصه ايه؟ كلمه نو. طب نكتبها كده نو ان او، لا بخلي بالي انه انا الجاب هنا طالما في بدايه الجمله انا شاطر وعارف انه the first letter of each sentence، انه الحرف الاول من كل جمله must be capital، لازم في حروف اكتبها capital في كلمات. زي ايه؟ number one the first letter of each sentence، بداية كل جملة لازم تكون حرف capital. طب هو ده أنا بستخدمه في سؤال البنكتويشن بس يا مس؟ نو no. بستخدمه on all my writing، في كل الكتابة بتاعتي على طول، أنا أوتوماتيك كده عامل كده بروجرام لنفسي، I'm super hero وعارف إن لما أكتب أي جملة in English I must start with the capital letter، I must start with capital letter، I must start with capital letter. okay so here انا عارف كلمه نو ان او، لكن في نفس الوقت عارف انه دي بدايه جمله لازم اكتبها capital، so يبقى اللي ناقص هنا نو بكتب ان او. okay لكن طبعا ببقى عارف ان الان لان هي في اول الكلام بتبقى capital والاو small. طب نشوفها كده on the screen، نشوف كده كملناها صح on the screen. hey that's mine او that is mine، احنا اتفقنا No, it isn't. It's mine. No, and capital and O small. يبقى أنا ببقى عارف الـ punctuation rules اللي هي قواعد الترقيم أو الـ punctuation اللي هي أسلوب الكتابة الصح، عشان أطبقها in every and each word، عشان أطبقها في كل الكتابة بتاعتي سواء كانت في سؤال الـ punctuation أو في أي سؤال تاني. Okay. Let's move to another game. خلينا نروح لعبة تانية ظريفة جدا. You like it so much. أنا عارف إن كلكم بتحبوها. بتقول إيه بقى؟ بتقول read and match A with B. أنا عندي two columns. Okay. صفين أهو. Column A. 1, 2, 3, 4 points. وعندي column B. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4 5. Oh, 5. Yes. لان هو بيعمل لي كده تريك، خدعة في واحدة مش هتبقى ليها اي جملة عشان نعمل ماتشنج معها. So here we have column A 4 points and we have column B 5 points. Take care. 5 point. واحدة منهم ملهاش حاجة بتعمل لها ايه؟ ماتشنج. اوكي. So let's كده مطلوب نعمل ايه؟ مطلوب read carefully، نقرا carefully، وبعد كده then we answer، بعد كده نبدأ نجاوب. okay طيب here we have what's، so we have what's yourself، what's wrong، what's favorite color، what's sorry، what's thanks. نشوف بعد كده number two we have help، برضو بقراها بنفس الطريقة help yourself، help wrong، help favorite color، help sorry، help thanks. Again number three oops، oops yourself، oops wrong، oops favorite color، oops sorry، oops thanks. Number four blue is my yourself، blue is my wrong، blue is my favorite color، blue is my sorry، blue is my thanks. يبقى احنا بنقرا بنفس الطريقه دي. why؟ لانه انا متعود with my mom and dad او teacher او miss او mister او اي حد انا بذاكر معاه I use the conversation time. مش احنا عندنا conversation time اللي هو وقت الـ conversation المحادثه، وانا باخد السنتنس على بعضها وبقولها كذا مره. So my ears
catch the sound. خلاص my ears اتعودت على الصوت ده مع بعضه بالmeaning ده. عقلي عارف ان الاصوات دي مع بعضها الكلمات دي بتديني meaning معين خلاص in my mind. فعشان كده في الماتشنج لما بقراها مع بعض على طول recalling بستدعي المعنى ده والصوت ده. وthen I can match correctly. في الحالة دي بقدر اقراها ايه او اعمل matching correctly. طيب خلينا نشوف بقى number one. Number one بيقول لي what's. Yes. بيقول لي what's. Yes. يبقى في الحالة دي انا على طول بقول what's wrong. بقول ايه what's wrong. يبقى هنا باجي جنب wrong واكتب number one. Number one. Okay. What's wrong هو المفروض سوري يكون هنا في question mark طبعا بس احنا نسينا سوري. فهنا بقول ايه what's wrong. طب حد يقول لي يا مستر ما احنا بنسأل برضو على favorite color what's. بس في الحالة دي انا بقول what's your favorite color او what's his favorite color. يبقى لازم اوضح انا بسأل مين او بسأل عن favorite color بتاع مين. يبقى عشان كده ما ينفعش هنا اخد ايه ما ينفعش هنا اخد favorite color. كمان favorite color اخرها في الستوب وده what's المفروض في يكون فيه هنا question mark تساعدني ان ده اصلا هو ده الquestion هو ده السؤال. So خلينا طيب نكتبها على بعضها this sentence اول sentence عندي عشان هعرفها على بعضها وهعرف بستخدمها في ايه. نشوف كده مع بعض. بقول number one. Okay, number one. بقول what's. Apostrophe S. طبعا what's W capital و apostrophe S. What's wrong. وإحنا عارفين إن wrong أولها W برضو إيه silent. What's wrong. لما نكون نشوف حد كده شكله مرهق شكله تعبان شكله متضايق أو في حاجة أنا حاسس في حاجة مش مظبوطة فبسأل أقول إيه What's wrong? What's wrong? Or what's the matter with you? بعد كده ممكن ايه نبقى ناخدها. لكن بس اقول what's wrong? What's wrong? Okay. ايه المشكلة او ايه الخطأ او ايه اللي انت بتعاني منه او ايه اللي مضايقك يعني. Okay. So take care in wrong هنا. W-A silent. However, انه هنا W okay مش silent لكن ال-H هنا هي ال-A silent. What's wrong? What's wrong? What's wrong? على طول يبقى أنا أعرف إن أولها W. What's اللي هو question word. What? وآخرها question mark اللي هي الإيه علامة الاستفهام. What's wrong? طيب نشوف number two. Help. Help yourself. إحنا خدنا قبل كده لما أكون بأدي حاجة لحد فبديها له كده politely. I'm superhero. I'm polite. I'm primary, I am in primary 3. أنا خلاص دلوقتي في primary 3. I'm superhero and I'm polite. أنا في تلتة ابتدائي وكمان polite مهذب ومؤدب. So when I give something to someone لما بدي حاجة لحد فبقول له here you are. Okay? بقول له مثلا here you are. طيب هنا بقى لما برضو بدي حاجة لحد سواء في الفود أو كده فبقول له help yourself. Help yourself يعني اتفضل. اوكي help yourself. اوكي اتفضل يعني ايه اتفضل بقى كل او حس ايه انه كانه بيتك يعني. help yourself. help yourself اكتبها كده مع بعض. number two help طبعا the first letter of a sentence must be capital لازم يكون ايه capital letter. help yourself. Your self. فاكرين self زي shelf. وطبعا بحط في الاخر ايه full stop. عشان افرق جملتي اللي هي affirmative جملة مثبتة او جملة عادية خبرية. والquestion mark بتعرفني ان ده question او informative sentence او كده جملة ايه بستفهم بيها. Okay. So help yourself. Help yourself. بمعنى ايه اتفضل. Help yourself. طيب. يبقى انا كده number two باجي عند letter A هنا واكتب number two. اوكي okay. طيب بعد كده oops I'm sorry او oops sorry. فاكرين لما كان حد كده زي ما يكون داس على رجل حد او عمل حاجة يعني خطأ لحد فبيقول ايه oops sorry.
Oops, sorry. Okay, يعني لازم نعتذر على طول برضو. I'm in primary 3. I'm superhero and I'm polite. أنا superhero ومؤدب ومهذب. Yes. So لما نعمل something wrong لازم we say sorry. We say sorry. Yes. Oops, sorry. يبقى برضو إيه نعرف على طول إن oops دي حاجة زي exclamation كده تعجب وأنا بستخدمها لما أتفاجئ بحاجة. Okay. So here oops دي معناها إنه غصب عني يعني أو كده أو أنا متفاجئ. So letter O capital لأنه the first letter of a sentence. Then we have another O اللي هي small. Oops, oops. وطبعا دي بنسميها exclamation mark علامة تعجب وبعد كده بقول إيه sorry. Oops, sorry. طب ليه مس عملتي الاس كابيتال؟ لأنه دي كأنها جملة جديدة. exclamation mark زيها زي الفل ستوب كأن دي جملة ودي إيه جملة. So بقول هنا oops sorry oops sorry what's wrong help yourself oops sorry oops sorry. okay نشوف number four. دايما الجمل دي تبقى في بالي وعلى طول استخدمها. افرضي انا عملت something wrong for my mother او my sister او my brother او anyone وانا مش قاضي بقول oops sorry oops sorry. okay شايف مامي زعلانة، شايف حد من my friends أو my family زعلان فأقول له what's wrong؟ بقدم أكل أو شرب لأي حد فبقول له help yourself. أوكي؟ يبقى كل الجمل دي أعرفها وأستخدمها على طول. Number four. Blue is my. Yes. طبعاً بقي لي thanks وبقي لي favorite color. ما ينفعش أقول blue is my thanks. With my thanks. أوكي؟ فبقول blue is my favorite color. Blue is my favorite color. Blue هنا أو أي بقى color يعني ممكن أقول green is my favorite color. Black, white, yellow, purple. Any color هنا على طول ببقى أنا عارف بتكلم عن الcolors يبقى أقول blue is my favorite color. Okay. خلينا نكتبها كده مع بعض على بعضها وعرفها as a sentence. دي بتيجي إجابة على السؤال مثلا what's your favorite color? What's your favorite color? إيه لونك المفضل؟ فبقول هنا number four. هنا بقول blue. ليه capital B? Because this is the first letter of the sentence. لأن ده أول حرف في الجملة. Blue is my favorite color. ممكن اشيل بلو زي ما قلنا واحط any color any other color. yellow is my favorite color. green is my favorite color. okay black is my favorite color and so on. so here we have okay so here we have what's wrong help yourself oops sorry blue is my favorite color. okay وخلي بالنا ممكن نلاقي favorite من غير اليو دي كتابة ممكن نلاقي كمان color من غير اليو دي حاجة اسمها American و British ودي ممكن نبقى نتكلم عنها أكتر in detail لو في عندنا وقت ال episodes اللي جاية إن شاء الله. so here we come to the end of our episode today. I hope you find it helpful and useful for you. وإن شاء الله next time we will go through different kinds of games أكتر من كده وكلمات وصور أكتر من كده إن شاء الله. till we meet إن شاء الله don't forget to speak in English, to write English every day and to treat your طبعا mother and father politely with your sisters وكده ونخلي شعرنا دايما I am primary 3, I am polite, I'm superhero. here is Miss Iman Daes greeting you till we meet. thank you so much and goodbye.